سجلت مملكة البحرين انخفاضا طفيفا في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل ألف حالة قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى ثمانية حالة منها ثلاث حالة تتلقى العلاج في المستشفى وخمس حالات في وحدة العناية القصوى هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1154 حالة إضافية